عليكم، معكم الدكتور هلال. هكلمكم عن مشكلة طبعا بيعاني كتير منها من الرجال، وسبق اتكلمت عنها، بس ايه انه بادي هتكلم بسرعة عن الأسباب وبعدين العلاج. في 2 فيديو، الفيديو الأولاني عن تعريف هذه المشكلة وأسبابها، والفيديو الثاني هيكون إن شاء الله عن العلاج. سرعة القصف أو القصف المبكر، تعريف الزمني المحدد، مفيش حاجة علمية محددة، لكن متفق تقريبا على أنه قصف الرجل للمني قبل الولوج في الست، قبل الولوج في المرأة، بمجرد ما يلامسها أو يداعبها يقذف، أو في فترة قصيرة بعد الولوج، حددوها بدقيقتين. يبقى إذن هو قصف الرجل للمني قبل الولوج أو في فترة بسيطة بعد الولوج، تقدر بحوالي دقيقتين. يعني أكتر من دقيقتين يعتبر طبيعي؟ يعتبر طبيعي. لكن معلومة إن معظم اللي بيجي وبيشتكي من القصف المبكر أو السريع، بيقول أنا عندي قصف سريع، بتلاقي انه طبيعي، يعني بيقذف بعد 4 دقايق، بعد 5 دقايق، وفي ناس بعد 10 دقايق وتيجي تشتكي من القصف السريع. ليه بقى؟ لان هو القصف السريع بالنسبة للناس هو القصف قبل وصول احد الطرفين الى الاكتفاء والتشبع او كلاهما. الراجل ما حسش بارتياح القذف قبل ما يحس بالاكتفاء، يجي يشكي من قصف مبكر. الست بتاعته ما تشبعتش وبتشكي ان هو بيقذف بسرعة، قذف مبكر. فاذا القذف المبكر عمليا او السريع عمليا انه قذف قبل الوصول الى الاكتفاء والتشبع من احد الطرفين او كلا الطرفين. وللعلم الفطرة والطبيعة تتمشى مع القذف السريع اللي هو خلال 2 3 4، لان هدف القذف الاساسي هو ان الرجل يوصل الحيوان المنوي الى داخل المهبل، وده بيتم خلال وكل ما كان القصف اسرع، يعني بس الفترة معقولة 2 3 4، كل ما يكون اصلح للانجاب. يمكن في الاصول المتوارثة قديما جدا ان الرجولة تقذف بسرعة القصف حسب ما يقال يعني. فالقصف كمشكلة بنقابلها في حياتنا هي ان الرجل يقصف قبل ان يصل هو او السيدة الى التشبع. هذه المشكلة في الغالب ما بتكونش موجودة في كبار السن، موجودة بنسبة عالية في الناس الرجال أقل من 40 سنة أو 35 سنة. ليه؟ لأن الإنسان مع التجربة ومرور العلم بيتعلم كيف يتحكم في القصف وكيف يؤخر القصف. فالمشكلة يمكن بيعاني منها أكتر من 30% أو 40% من الرجال تحت سن الـ 35 سنة. أضرار ومشاكل القصف المبكر. طب ايه هي خطورة هذا الموضوع او هذه المشكلة؟ القصف السريع، القصف السريع خطير، مش بس ان المتعة او الاستمتاع اثناء المعاشرة الزوجية بتبقى مفقودة، لا، ده ممكن الاسرة تتهدم بسببها. كيف يكون القصف المبكر سببا في هدم الاسرة؟ مش هيروحوا يطلقوا ويقولوا سبب الطلاق سرعة القصف، لا، ده هو سرعة القصف بيؤدي الى مشاكل حتى احنا ما ندركهاش. هذه المشاكل هي اللي بتؤدي الى ايه؟ الانفصال والطلاق، وبالتالي هي مشكلة مهمة جدا. مثلا سرعة القصف، ماشي، الراجل يبقى طبعا دي محرجة جدا للراجل، وخصوصا لما تكون الست بتاعته يعني متطلبة، يعني
بتتطول او يعني تجرح الراجل بهزار او بجديه. يعني ممكن الراجل يكون طبيعي بيقذف 5 6 دقائق وده طبيعي جدا، لكن الست بتاعته لسبب ما ما بتوصلش للتشبع الا بعد ربع ساعه، فيجي هو يخلص في 6 7 دقائق هي تلوي له بوز والعياذ بالله. ولو بقى هي يعني ربنا يعني بليه اكتر تتريق عليه او تهزر معاه بطريقه تحرجه او تبين غضبها او تتهمه، يعني دي الانيل بقى، ان هي مثلا ممكن تتهمه تقول له اه ده انت مش قابلني، انت كارهني، ده انت عندك واحده تانية وهو مظلوم. دي حاجه تخلق مشاكل. ممكن الراجل نفسه لما يحس ان عنده سرعه قذف يبقى خايف من الممارسه الجنسيه، يبقى مش هايب منها، مش عايز يعني حاجه بتحرجه مش عايز يعملها، فيبعد يمتنع عن جماع الست. طبعا دي ممكن تعمل مشاكل لنفس الشيء. فمن هنا سرعه القذف دي بتعتبر مشكله اجتماعيه واسريه مهمه جدا قبل ان تكون مرض، وعشان كده هنشوف اسبابها ونشوف طرق علاجها ان شاء الله. اسباب القذف المبكر. الاسباب القذف السريع اللي هو سريع فعلا، ممكن نقسمها الى نوعين، هي متلازمه من اسباب اجتماعيه ونفسيه وقد يكون فيها سبب مرض، والاسباب الحقيقيه غير محدده الى الان ومش معروفه لقله الابحاث في هذا المجال نتيجه العوامل النفسيه والتكتم حواليها وعدم القدره على البوح والكلام بصدق. نقدر نقسم إلى نوعين، نوع أولي ونوع ثانوي. الأولي اللي هو الرجل اللي بيعاني من سرعة القذف من يومه، والثانوي إن الرجل كان طبيعي وحديثا أصبح يعاني من سرعة القذف. الأولي ده أسبابه نفسية، الراجل من يوم نشأته وهو برمج عقله وجهازه العصبي على إنه لازم يقذف بسرعة، يعني ممكن أثناء ما كان بيعمل العادة السرية أو الاستنماء الشخصي الذاتي برمج نفسه على أنه لازم يقذف بسرعة لأنه خايف أو خجلان أو مستحي أو خايف حد يشوفه أو يمسكه. الشيء الثاني أن ممكن يكون اتعرض لصدمة جنسية، أو ممكن يكون ناشئ في مجتمع رباه على أن الجنس ده شيء مشين ومخجل وينبغي التخلص منه بسرعة بسرعة. النوع الثاني الثانوي اللي هو حدث مؤخرا، كان الإنسان طبيعي وبعدين أصبح يعاني من سرعة القذف. ده قد يكون نفسي وقد يكون عضوي. نفسي يعني العلاقة بين الطرفين توترت لأسباب ما بقتش طبيعية، أو اتعرض لظروف في الحياة، ضغط، أرق، إرهاق، ظروف استثنائيه. دي الاسباب النفسيه. الاسباب العضويه قد يكون الانسان جاله سكر، ديابيتس، او ضغط دم، هايبرتنشن، او ثيرويد، غده الدرقيه، او المشروبات الكحوليه. وقد يكون في امراض اللي بتؤثر على الاطراف العصبيه او الاعصاب وبتدمرها زي المالتيبل اسكلوروزيس. كده خلصنا تقريبا الاسباب، ونحب نضيف ان اللي بيعاني من القذف السريع في الغالب بيبقى تحت سن ال 35، لكن مع التجربه والممارسه الرجل بيتعلم او بيتمرس على كيف يتحكم في القذف ويؤخره بعد كده. علاج القذف المبكر. هنبتدي بقى نتكلم عن الشيء اللي انتوا كلكم قاعدين مستنينه وهو العلاج. كلكم طبعا او الانسان اللي بيشاهد عايز يسمعني اقول له ايه العلاج. قبل ما اتكلم مفيش سحر، ما وعدكش، دي مش حاجه ليها حبايه تشفيها، مش زي ضعف الانصاب. ضعف الانصاب شيء له سبب محدد، فبنقول خد كذا وكذا بيتحسن، خد فياجرا لفتيرا او سيالس بيتحسن، لكن ده شيء هلامي ما فيش حاجه محدده، لكن بيتحسن وبيتحسن وبيتحسن، بس باتباع خطوات واساليب ممزوجه من نفسيه
وإرادية وعقلية، وممكن برضو بعض العلاج، ولو إن أنا لا أنصح بالعلاج في هذه الأمور أو الحبوب، لكن ممكن تحت إشراف طبيب. فهنشوف العلاجات وإزاي نتغلب على سرعة القصف، وأكيد اللي عنده رغبة في إنه يتحسن هيتحسن، لا نقاش فيها، من خلال تجارب الواحد الشخصية ومن خلال الاستماع إلى تجارب الناس اللي بتجينه وبيشوفها وبيتابعها. اللي عايز يتغلب بيحقق نجاح واضح ولا شك فيه.